مرحبا جناتي، اليوم راح يكون في مسابقة كتير كبيرة من الحكومة الكورية. انتم ما تتخيلوا قد ايه المصاري كتير فيه، وراح احكي لكم عن المسابقة في نهاية الفيديو. اليوم صاحبتي الأردنية هين راح تطبخ أكل كوري، وهي راح تتعلم مني طبخ كوري لأول مرة. نستخدم كيمتشي جبت من سوبر ماركت.오늘은 김치 볶음밥 بالعربي شو؟김치 بالرز المقلي. 그만 김치 전 العجة الكورية. 그거 만들 거예요. متحمسة؟ متحمسة. والله؟ لأنه هاي أول مرة إني بطبخ أكل كوري. والله. صح. أنت عربية مية مية أصلاً. أنا عربية هون وهناك. والله. كل مكان. 우리는 볶기 전에 기름을. 기름을 좀 많이 뿌리고 그 다음에 우리는 파 기름을 내는 걸 되게 좋아하거든요. 바살 아흐달? 아이와 نستخدم بصل أخضر لما نحط زيت. الدول العربية هم بيستخدموا كتير بحرات. إحنا بدل من البحرات نستخدم بصل أخضر. حار ماني 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 ماني. لما شوية تحمر نحط كيمتشي. أوكي. لما شوية تحمر بنحط الكيمتشي. يا سلام يا سلام. 그리고 가위로 좀 잘라줘요. 김치를 좀 작게 해야지 밥이랑 잘 믹스가 되거든. 이제 믿고 뭉킨 헛도 쉬어야 소이소스 오카만 숟갈 누스 말하게 누스 말하게 아이와 띠르스 할 아슬란 야니 모카라나 비에 아클 아라비 아클 쿠리 띠르스 할 بس ممكن تستخدموا الرز عربي عادي، يعني ما في فرق كثير صراحة، يعني في فرق بس يعني الرز المصري صح 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 الرز الكوري زي الرز المصري صح صح 근데 내가 그 밥에 비해서 김치를 좀 너무 많이 넣었어 تتخيلي عشان الشكل شو راح اعمل؟ شو؟ تتخيلي يو مو خلاص هيكي تتخيلوا عشان ناكل كيمتشي بوكمان دايما ما بي تيران فراي فرايد ايجز لازم اصلا انا دايما لما اكل اكل كوري لازم يحطوا البيض في كل شيء نحب بيض كثير نحط البيض الله يما خلاص يلا وقت ندوق يلا ما يا سلام يا سلام ما شاء الله شوفوا دير بالك عشان كثير سخن بدي اقطعه واحد اثنين ثلاثة يوم يوم والله طعمه صحي كثير وزاقي ما بيض احلى بكثير طبعا البيض مع يعني الاكل الكوري خاصه شيء زي هيك بالبيض اسكى بحس مصفى ها انا ما ادري ما اوكي جناتي هالمره راح اعمل بانكيك كيمشي بانكيك كيمشي اللي هو هالمرة رح نعمل بانكيك كيمشي بس نحتاج شو اسمه بوتيم كارو طحين ايوه نحتاج بس طحين وكيمشي وماي بس تخيلوا هيك كتير سهل 400 هيك منيح 400을 넣고 حطوا ماي 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 كتير حطيت يمكن بدي ممكن تحطي بودرة أيوة أيوة أنتوا كمان لازم تعملوا هيك يعني إذا مبين ماي كتير كاجين يعني حطوا بودرات أكتر الطحين طحين شكله بشاحي صراحة أوكي حطوا ماي شوية يا جناتي أوكي جهزي النار بتولع النار ولا لا الجوي ولا انا ولما نعمل بانكيك جناتي لازم حطوا زيت كتير كتير زياده شويه اوكي جنا نحط كمان بود طحين ولا لا مو لازم لا مو لازم اعتقد واذا عجين اكثر يعني مو صحي صراحه هيك هالدرجه ممكن صح شو
يعني عشان اللون ممكن نحط كمان بودرة فلفل أحمر أحسن يكون حار جنن. كثير حطيت؟ لا ما كثير عادي يعني صراحة هيك يعني. أوكي بس أنت مش عارفة كيف أساعدك. واو بجنن نايس اللون حلو لون حلو. احنا الكوريين ناكل بانكيك مع صويا صوص شويه اسكى بكثير جنبيها هيك عشان ملح تغمسوها. ايوه لانه كانه انت ما حطيتي ملح. صح بالعاده عشان بكيمتشي في ملح كثير. الكوريين بالعاده ما بحطوا كثير ملح في اكلهم لانه اصلا يعني هاي الباودر والكيمتشي في ملح كثير. ايوه انا ما في صحن لصويا صوص فتعالي عندي على البيت حبيبتي تعالي عندي جبت يعني صحن كبير. انا اجنبيه وعندي هيك اشياء انت بوش انا جنة مجنونه. نجرب أول شيء خلينا نفتحها ونشوف ال الله الله في كيمتشي في داخل يا سلام. ايوه لو تاكلها بالشوكة احسن شوكة؟ الشوكة؟ لا 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 احنا كورين نستخدم شوبستيك بس. اوكي ماشي واحد اثنين نجرب بدون صوص ولا بصوص؟ في صوص في صوص طبعا. واحد اثنين يوف واحد اثنين ثلاثة. يما كرانش يما زاكي زاكي كثير زاكي. بشوفه عشان احنا ما حطينا ملح بس في طعم ملوحة فيه يعني كيف. وكمان يعني مع صويا صوص كثير ملح. كرنش 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 زاكي ما شاء الله عن الطبخة يا عن الصعيد الطبخة اصلا يعني بحس بكوري اي واحد بقدر يصير الطبخ. او ماي جاد لانه المكونات سهلة. ايوه صح فاي واحد انت كمان لازم تجربي بالبيت. بدي اروح بالبيت جنت انتوا كمان لازم تجربوا الطبخ كوري كثير صحيح زاكي. يلا نعمل بانكيك كبير هالمرة. بسم الله. تقريبا نجحت. ايوه لازم نحط يعني زيت كثير جناتي. اوكي يا سلام الله اكبر. واحد اثنين ثلاثة. زاكي مدمنة كمشي. او ماي جاد وانا يا كريم والله رزيم. جنتي في مسابقة طبخ واكل كوري اسمها بلاي كوريان فود. هاي للاجانب من كل البلدان يعني بتقدروا تشتركوا فيها من اي بلد وفي جائزة مادية كتير كبيرة اكثر مما تتخيلوا 134,000 دولار كل. وفي مجموعتين بهاي المسابقة. المجموعة الأولى A إذا أنتم عندكم أكثر من 500 مشترك على الإنستغرام أو باليوتيوب. والمجموعة B إذا أنتم عندكم أقل من 500 مشترك على الإنستغرام أو اليوتيوب. في عندكم خيارين. أول خيار إنكم تطبخوا كيمتشي أو الصلصة الكورية يعني زي ما طبخنا هندو أنا. زي استخدم الكيمتشي او الصلصة كورية. صلصة يعني شوفي تندان كوتشوجان هيك اشياء تعرفوا. او ثاني خيار انكم تاكلوا الاكل كوري قدام الكاميرا زي موكبان تعرفوا موكبان واو 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 ما ضروري تاكلوا كثير بس يعني تاكلوا اكل كوري. وشروط المسابقة لازم تصوير فيديو وتنزلوا اليوتيوب او بانستغرام بحسابكم. كمان ما تنسوا تعمل تاك بلاي كوريان فود سيزون 2 وانا حطيت وكتبت كل الشروط في تحت في صندوق الوصفة بليز ايميل تشيك. انا بعرف اعرف زرت كتير بلدان عربية وبعرف انه انتو قديش شاطرين بالطبخ
وخاصة يعني أكلكم كتير زاكي، بغض النظر يعني أكلكم صراحة طبخ أكل كوري كتير كتير سهل، كمان الطريقة كتير بسيطة صراحة. صوري الفيديو بس أهم شيء لازم تحضروا وجهكم للعصف، يعني بس ممكن تطبخوه أو تاكلوا بس أو إنستغرام ويوتيوب، وأهم شيء كمان لازم ينزلوا ويشاركوا بالموقع كمان، أوكي؟ مش بس حسابكم على SNS. فجناتي روحوا وشاركوا بالمسابقة وفايتينج. لا تشاركوا للمسابقة، أهم شيء يعني وين تشتروا كيمتي أو أكل كوري، فأنا لقيت شوية المعلومات عشانكم. مثلا في السعودية بالرياض في شوية مارت اسمه Japanese and Korean Mart Riyadh، كمان في Korean Food Stops. أنا سألت لصحباتي في العراق في أونلاين شوب في إنستغرام اسمه Eden Korea Shop، أوكي أنا حطيت هنا فشوفوا، بس تطلبوا من أونلاين بس في العراق. كمان في الأردن زرت الأردن كتير مرات عشان هيك أتذكر في الدوار الثاني في Asia Mart، أوكي. في مصر أنا كمان سألت لصاحبتي زومرا تطلب من أونلاين أكل كوري وهيك زومرا. جنتي هيك أنا أعطيتكم كل المعلومات، بتجنن صراحة عن جد، استغلوا الفرصة مرة واحدة بالسنة بس هاي المسابقة، أوكي؟ باي باي.